احنا اصبح الملك لله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق الميني السعيد تبع المحموديه ومعاكم قناه المواشي اليوم، وتعالوا نشوفوا النتايات الشعاري الجاموس. اللهم صل عليك انا، الله اكبر. والذكر ده ب 23 محطم الاسعار، والذكر ب 23 محطم الاسعار. بالله ما شاء الله، اللهم صل عليك انا. تجار الفيوم يا جماعة في سوق المنت السعيد تبع المحمودية، الله يبارك لهم. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك انا. معكش رقم تليفون ناخده لو حد عايز حاجة يتواصل معانا؟ بإذن الله يا أخي. رقم على التليفون كام الرقم؟ 010 40 90 80. الله يبارك لك يا غالي. مفيش فاضل حاجة تاني؟ لا 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 مفيش. أي حد يتواصل معاك تبع قناة المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاك. الفيوم وتجار الفيوم المنورين في البحيرة، الله يبارك لهم ويصلح حالهم. اللهم صل عليك يا نبي. العجول الجاموس الطلوق في سوق بالليل السعيد. صباح الخير يا معلم. بارك الله فيك. كل سنة وأنت طيب. تمام. عامل ياما الذكر ده؟ ها؟ عامل ياما؟ إن شاء الله يا خالي بفلوس. كام يعني كده والله؟ شافوا ذكر صلاة النبي عليه 36,000. 36,000، الله أكبر. تجار ولا جنيين؟ لا تجار. عرفنا باسمك طيب. الحاج عماد مسعود. المعلم عماد مسعود كفر الشيخ المحمودية. المحمودية الله يبارك لكم. بسم الله ما شاء الله. الثاني ده معاكم برضه ولا؟ الثاني 30,500. الثاني بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك. 30,500 بسم الله ما شاء الله على المال، الله أكبر. صباح الفل يا رجالي، ناركم ابيض ان شاء الله. اللهم صل عليك يا احلى ترز بهايم. نعم احلى ترز بهايم، احلى ترز بهايم عشان منكم والله. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. معكم حاجه ثانيه غيره؟ والله ما معلش. انا دمك. طب ادونا الرقم لو حد عايز حاجه يتواصل معاك. 012 2 7 6 7 9 5 9 5 4 5. كم؟ 4 5 0 4 5 0. الاسم طيب؟ عماد مسعود. عماد مسعود المحموديه يا جماعه. قريه العطف. الله يبارك لك. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاك. تحت الله يبارك لك ويصلح حالك. يعني السوق النهارده كويس ولا؟ جو كويس. مرتاح يعني ولا غالي؟ ربنا يرخي على عباد ويصلح حال الجميع يا رب. صباحك ابيض يا معلمي، الله يبارك لك ويصلح حالك وحال الجميع يا رب. اللهم امين، اللهم صل عليك يا نبي. العجول الذكوره الجاموس يا جماعه والنتايات بسم الله ما شاء الله في سوق المنت السعيد تبع المحموديه. ربنا يصلح حال الجميع يا رب. اللهم امين. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. تجار ولا جنيين؟ لا تجار. عرفنا باسمك. نعم عرفنا باسمك. حاج عبد الشاف سميده حمد. المعلم عبد الشاف سميده حمد. قاعد فين يا عم عبد الشاف؟ حصل خير اصلا. الروضة تبع المحمودية. أيوة. الله يبارك لك. عاملة ايه من العجمية دي؟ 36,000. 36,000 يا جماعة عجمية. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك. والحاج عبد المنعم سميد حمد برضه. والحاج عبد المنعم أحسن راجل يا حاج. صباحكم أبيض. ليه بتاع طروق برضه؟ معكم حاجة غيرها تاني؟ معانا اثنين تانيين. الله يبارك لك. واحدة 30 أهي وجنات إيه؟ قناة المواشي اليوم ب 30 دية؟ 30 دية. اللهم صل عليك. طبعا الحاج عبد الشافع أخويا بتاع طروق. الحاج عبد الشافع أحسن راجل يا حاج. إدينا الرقم لو حد عايز حاجة يتواصل معاه. سجلوا الرقم. 010 2468 3717 3717. اي حد يتواصل معاكم تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعملوا معاه. صباحكم ابيض، الله يصلح حالكم وحال الجميع يا رب. اللهم كله تمام يا حاج. اللايك والاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.